كتحط الموبيل ديالك كتجي كتدخل كتقاس خونك كامله مضل اخويا ديال الطوموبيل شوف لي ورخيصه ما تخلعكش والله هي رخيصه كتشدها كتريقلها عاودها بالطريقه كيفاش تركبها ما تبقاش مازال غتخلي تلقى الطوموبيل ديال الطوموبيله ديالك بارده بالنسبه للطريقه ديال الخطره سهله جدا ملي كتحل الكراطينه كتجي معنا هاد الجليده هادي فاش كتجمع هادي دايره بحال مضله غير مضله ستوندار ديال الزاج مربعه كتجينا مربعه هي هادي غنوريكم الطريقه الناس اللي ما غيعرفوش راه ساهله ستوندار خفيفه ظريفه ما كانت حتى شي مشكل ها هي هادي اللعيبه ديالنا حاجه مزيانه كتحلها من هنايا دايره بحال مضله مضله ستوندار مربعه هانا كتجبد كتمشي بحال هكا شتيها راه هي ستوندار على حساب العبار اللي بغيتي هنايا كتحل زيد قرب واحد شويه خصكم واحد اللعيبه هنا توصل تسمع الطق ان فوا تسمع الطن عرفها صافي كدير لها بحال هكا صافي وكتحطها شتيها خفيفه ظريفه هنايا كتشد شي مقاس مزال السخونيه كتحافظ لك على السخونيه الاغلبيه ديال المشاكل ديالنا صحاب الطوموبيلات هو هذا اصلا هذا كنعانيو منه كتجي كتلقى هنا سخون هنا سخون هنا سخون هذا هو الحل الامثل حاليا تقدر دير هذه ستوندار ما تخافش عليها وهنا ديال الشيء كيفاش دير هنا كيفاش دير الشيء كدير لها باق وكتحطها كديرها هنا وكتلصق بغيتي تقاد تموديفي شي حاجه راه تموديفي هنا مابقى كيبان والو الشيء اذا كتحمي لك السياره ديالك من اشعه الشمس كامله لان الصيف قرب اصلا الصيف راه بدا الطريقه باش تجمعها راه سهله جدا ها هي غتحاول تكيس عليها لان دايره بحال نضله الشيء كتحيد هاد اللعيبه هادي قرب معايا كتجمعها بحال هكا كتجمعها سهله هنا سهله جدا بحال مضله تماما ها كتجمعها في هاد اللعيبه هادي كتجمعها لك هاد الجلده هادي لي كلاس شتي صافي ما ترجعش انت مازال تقدر تعلقها فشي بلاصه مثلا هنا اولا تحطها فشي بلاصه اولا شي حاجه شي بلاصه المهم انت ديما هادي معاك هادي راه خفيفه ظريفه ماشي حاجه كبيره تقدر تقول لا ما تقدرش تمشي بها خفيفه ظريفه تهزها معاك تحطها في الكوفر اولا تحت الكوسان هنايا هادشي اللي كاين الخوت تبارك الله عليكم نخلي لكم اللين ديال هذا البرودوي هذا اللي بغاه دير لا كوموند ديالو الثمن ديالو شحال 120 درهم رخيص ما غالي ما والو رخيص 120 درهم غتشري لعيبه ديال الشم مابقاش مازال الطوموبيله ديالك تبقى سخونه هادشي اللي كاين تبارك الله عليكم